السلام عليكم. الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. هذه العبارة ليست على إطلاقها. هناك آراء احترامها خلل في العقيدة، خلل في أخلاقك أنك تحترمها. واحد يطلع يريد شرعنة الدياثة والزنا والخمر، رأيه يضرب بالنعال. والله سمعت واحد كويتي مشهور قال أخي نبي خمر فلوها، يبي لكه هو بشكل قانوني. قال أخي فلوها خلاص، اللي حولنا كلهم يشربون خمر. رأيه يضرب بالنعال، ما يحترم. احترام رأيه خلل عقدي، خلل في عقيدتك أنك تحترم رأي. حرية سب الله وسب نبيه صلى الله عليه وسلم. ماكرون، عشان تقولون هذا حيوان، ماكرون بيّن حرية الصحافة في سب النبي صلى الله عليه وسلم والتهكم عليه. واحد سبه مشهور صحفي هناك عندهم، وحط صورته كأنه نازي وشنب هتلر وشعار نازية، قام رفع قضية عليه. وين حرية الرأي؟ راح. ما هو القول الذي وإن خالفناه احترمناه؟ القول المعتبر الذي بني على حجة، بني على حجة من حيث الدلالة، من حيث الثبوت، من حيث القياس، من حيث المصلحة، من حيث العرف، من حيث العادة، من حيث العقل، هو الذي يحترم ويرد عليه بأدب وعلم. أما الآراء التي تصادم الفطرة السليمة، الفطرة، الله خلقنا على الفطرة، شنو معنى الفطرة السليمة؟ نقول فلان على الفطرة. الفطرة هي الطبع السوي، الطبع السوي الذي خلق الله الناس عليه. فهناك أقوال تخالف الفطرة وتصادم النص الشرعي. من يطالب بحل الزنا؟ من يطالب بحل الدياثة؟ من يطالب بحل الشذوذ؟ من يطالب بحل الربا؟ على أي شيء نحترم رأيه ونجعل لقوله اعتبار حتى؟ لا، ترى احنا ما نبي الداعي الكيوت اللي يحترم حتى هذه الآراء الساقطة. نحتاج أحيانا للشدة لنصفع المكابر والمعاند. الله قال للمشركين اللي استكبروا، قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، حطب جهنم. وقال موسى لفرعون لما تكبر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني ملعونا هالكا. والله تعالى أعلم.